السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أفعال تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. الفعل الأول هو يكون أو فعل كينونة، اللي هو le verbe être. le verbe être. le verbe être. يملك le verbe avoir. le verbe avoir. يذهب ولو فيرب الي الي لو فيرب الي فلو فيرب الي هو الفعل الوحيد في اللغه الفرنسيه اللي كينتهي ب ار وكينتمي للمجموعه الثالثه. كيف كنعرفوا الافعال كينقسموا لثلاث مجموعات، وجميع الافعال اللي كينتهيو ب ار فكينتميو للمجموعه الاولى سوف لو فيرب الي. الا لو فيرب الي هو الفعل الوحيد اللي كينتهي ب ار وكينتمي المجموعة الثالثة. le verbe aller. يقوم يفعل أو يعمل هو le verbe faire. le verbe faire. faire. يعيش vivre. 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 يقول dire dire dire. yara voir voir voir. yati venir venir venir. yada'u mettre mettre mettre. فمتر كنكتبوها بدو تي متر. يضعو يعرف savoir savoir savoir. يأخذ prendre prendre prendre. يريد vouloir vouloir vouloir. يستطيع pouvoir pouvoir pouvoir. يقرأ lire lire lire. يكتب écrire écrire écrire. يطلب demander demander. le verbe demander. يطلب يجيب répondre répondre répondre. فبالنسبة لريبوندر او كنكتبوها باكسون ايغو ريبوندر. يشاهد regarder regarder regarder. يفقد perdre perdre perdre. يستمع écoutez écoutez écoutez. يستمعوا ويسمعوا entendre هو le verbe entendre entendre. فهناك فرق بين يستمعوا اللي هو écoutez ويسمعوا اللي هو entendre. يعتقد croire croire croire. يجب devoir devoir devoir. يبحث chercher chercher chercher. يترك laisser laisser
laisser. Enfin, بالنسبه laisser كنكتبوها ب deux s. laisser او الفعل يترك. يفكر. penser. يأكل. manger. يشرب. boire. يفتح. ouvrir. يغلق. fermer. يدخل. entrer. يخرج. sortir. يصعد. monter. ينزل. descendre. يفهم. comprendre. يقع. tomber. يحس. sentir. يختار. choisir. يساعد. aider. يتكلم. parler. يجد. trouver. يصفق. applaudir. يحب. aimer. يستهلك. consommer. يبدأ. commencer. يرمي. jeter. يرسم. dessiner. يعطي. donner. يشتري. acheter. يبدو. sembler. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا هذه الأفعال اللي كنستعملوا بكثرة في اللغة الفرنسية. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.